توب 10 أكثر ألعاب نادرة في التاريخ. في المركز العاشر معانا لعبة لويجيز مانشن. لعبة لويجيز مانشن تعتبر أول لعبة من بطولة لويجي. ماريو إز ميسينج ما تنحسب لأنها لعبة تعليمية كانت. صدرت اللعبة مع إطلاق جهاز الجيم كيوب وباعت أكثر من 2 مليون نسخة، وأصبحت خامس أكثر لعبة مبيعاً في جهاز الجيم كيوب. اللعبة فكرتها تتحكم بلويجي وتبحث عن ماريو المخطوف من بو باستخدام المكنسة كسلاح صيد الأشباح. ولو عندك النسخة الأولى للغلافة أسود في اللعبة راح تقدر تبيعها بقيمة 800 دولار. في المركز التاسع معانا لعبة إيتي. اللعبة مبنية على فيلم إيتي الشهير اللي كان في الثمانينات، وصدرت اللعبة في موسم الأعياد عام 1982 على جهاز الأتاري. واللعبة فشلت فشل ذريع جدا، وكانت أحد أسباب نكسة ألعاب الفيديو في الثمانينات. وشركة أتاري قررت أنها تدفن جميع النسخ المتبقية في مخازنها في وسط صحراء المكسيك الجديدة. ولو عندك اللعبة الآن تقدر تبيعها بسعر 1537 دولار. في المركز الثامن معنا لعبة Virtual Bowling. اللعبة هذه نزلت على جهاز نينتندو Virtual Boy، واللي فكرته أنه كان عبارة عن جهاز ألعاب على شكل خوذة تلبسها وتخليك تشوف اللعبة في منظور ثلاثي الأبعاد قدامك. بس العيب كان أنها كانت باللونين الأحمر والأسود، وأيضا صعب تنلبس الخوذة لأنه ما كان فيها ربطة للرأس عشان تتثبت، وألعابها كانت قليلة جدا. فشل جهاز فشل ذريع وصار ينضرب فيه الأمثال في الفشل. وواحدة من الألعاب كان اسمها Virtual Bowling. فكرتها لعبة بولينج عادية تعتبر أندر لعبة موجودة له، ولو كانت عندك الآن تقدر بسعر 1825 دولار. في المركز السابع معنا لعبة بيبسي انفيدرز. هذه اللعبة انزلت على الجهاز الأتاري، وهي اللعبة اللي ما حد قدر يلعبها أبدا إذا ما كان متواجد في معرض كوكاكولا عام 1982. اللعبة بكل بساطة هي نسخة كربونية من لعبة سبيس انفيدرز المشهورة، بس الفرق ان في احرف كلمة بيبسي تهجم عليك بدل الفضائيين اللي كانوا يهجمون عليك. ما في نسخ كثيرة منها، ونسخة حاليا تقدر بسعر 3500 دولار. في المركز السادس معانا لعبة Uncharted 2 Among Thieves، نسخة المجمعين او الكوليكتر اديشن. سلسلة Uncharted تعتبر من انجح سلاسل نوتي دوغ، وصدر منها 4 أجزاء رئيسية وجزئين فرعيين. الجزء الأول صدر عام 2007 حصريا على جهاز بلاي ستيشن 4، وكانت واحدة من أهم أسباب ارتفاع مبيعات الجهاز، واللعبة نجحت نجاح كبير جدا، وطبيعي يصدر لها جزء ثاني. ونسخة المجمعين للجزء الثاني اللي هي الكوليكتر اديشن تقدر بسعر 3800 دولار اليوم. في المركز الخامس معنا لعبة Duck Tales Remastered. في عام 1989 صدرت لعبة Duck Tales على جهاز النينتندو القديم، أو بما يعرف بكمبيوتر العائلة عندنا، ومن تطوير شركة كابكوم. وقتها كابكوم كانت هي اللي ماسكة ألعاب ديزني، واللعبة نجحت من ناحية المبيعات، باعت 1.5 مليون عالميا، وتقييمها كانت مرتفعة. وأشهر شيء فيها كان لحن مرحلة القمر اللي تسمعونه الحين. وفي عام 2013 أصدروا ريميك للعبة برسوم كرتونية محسنة، ونسخة الإعلامية للعبة توزعت على محررين ألعاب معينين، وكانت مصنوعة من الذهب الخالص، وما في نسخ كثيرة منها، وتقدر بسعر 5100 دولار. في المركز الرابع معانا لعبة سوبر كوبا. هي لعبة كرة قدم نادرة نادرة جدا، صدرت على جهاز السوبر نينتندو. ما في أي معلومات كثيرة عنها غير أنها كانت لعبة كرة قدم تلعب على جهاز السوبر نينتندو. ولو كان عندك الآن نسخة مغلفة للعبة راح تقدر تبيعها بسعر 6900 دولار. في المركز الثالث معنا لعبة Red Sea Crossing. هذه اللعبة ما حد درى عنها إلا أن بعد ما جاء شخص مجهول وعثر عليها في وسط ركن مبيعات لألعاب الكمبيوتر أونلاين في موقع Game Gavel في 2012. وبعد البحث في موضوع اللعبة تبين أنها كانت من تطوير شخص واحد على جهاز الأتاري القديم، وكانت تتسوق في مجلات دينية. مزاد اللعبة بدأ بسعر 100 دولار وانتهى بسعر 10400 دولار. في المركز الثاني معانا لعبة جاما أتاك. هذه اللعبة كان الناس يعتبرونها خرافة لا وجود لها، لكن شخص باسم أنثوني ديناردو لقى نسخة حقيقية للعبة وتلاشت الخرافة. ولعبة جاما أتاك هي لعبة طورت من شركة جامي ستيشن، واللعبة باعت بسعر 50000 دولار. والمركز الأول عندنا لعبة Nintendo World Championship Gold Cartridge، يعني النسخة الذهبية. هي تعتبر أندر وأغلى لعبة في العالم.
كانت مصنوعة من الذهب الخالص وما في منها غير 26 حبة فقط، وكانت تستخدم في بطولات ألعاب نتندو اللي كانوا يسوونها وقتها، ووزعت كجوائز للناس اللي فازت في البطولة، واليوم تقدر بسعر 100,088 دولار. وهذه كانت حلقتنا التوب 10 لأندر الألعاب أو أكثر ألعاب نادرة في التاريخ. يعطيك معكم المتابعة كما كفهد الشيحة، مع السلامة.